You can answer the question, it is not also such enough difficult. طبعا النهاردة الحلقة كلها بتتكلم عن so. استخدامات so. So بيجي بعدها صفة أو الحال. معنى جدا. So بيجي بعدها صفة أو حال ثم زاد. معنى جدا لدرجة أن. So ممكن تستخدم يا جماعة كبديل للصفة. كبديل للصفة يا جماعة. So بيجي بعدها فعل مساعد ثم فاعل. معناها وكذلك. نرجع لجملتنا، أنت تستطيع أن ترد على هذا السؤال. It is not so difficult. إنه ليس صعب. تماما. يبقى so جاي بعديها صفة أو حال، ودي difficult صفة. Number two, the exam was as so such enough easy. That هنا طبعا في صفة وفي that، يبقى الحل هيبقى so. So صفة أو حال that جدا لدرجة أن. Number three, the weather talks is cold. برد جدا. And I think it will remain. الطقس برد، وأعتقد هيظل برد. طبعا أنا عايز أكتب كلمة برد، ولكن مين اللي بيحل محل الصفة؟ So I. Number four, علي likes football and علي بيحب كرة القدم and as well as so such enough do I. يبقى الحل هيبقى so، لأن يأتي بعدها فعل مساعد ثم فعل معناها وكذلك. يبقى علي بيحب كرة القدم وكذلك أنا. So do I.